أهلا بكم أعزائي المستمعين في قناة اللسان الإنجليزي. هذا هو الدرس الثالث من إدراك الزمن. في الدرس الماضي ذكرنا بأنه يمكن التلاعب بذاكرة الإنسان وزرع ذكريات لأشياء لم تحدث أبدا، كما ذكرنا بأن عملية تفكير أو استرجاع للذكرى يحدث تغييرا في هذه الذكرى memory. الآن سوف نكمل شرح المقال وسنرى أمورا أخرى غريبة تتعلق بذكريات الإنسان وطريقة تعامل الدماغ مع الذكريات. في هذا الدرس سأعتمد على طريقة مختلفة تماما عما ألفته. لن أقوم بشرح بالعربية بعد القراءة، إنما سأشرح الفقرة قبل القراءة. الخطأ الآخر الذي نقوم به هو أن نفترض بأن تصور المستقبل هو شيء مختلف تماما عن التفكير عن الماضي وعن التفكير في الماضي. Another mistake we make is to assume that imagining the future is completely different from thinking about the past. لكن في الواقع هاتين العمليتين the two processes هي مرتبطة linked. فنحن نجند أو نستخدم أجزاء مماثلة من الدماغ the brain لكي نتذكر أو نتصور حياتنا في المستقبل، أي نستخدم نفس أجزاء الدماغ للتفكير في الماضي وتصور المستقبل. In fact, the two processes are linked. We recruit similar parts of the brain to reminisce or to picture our lives in years to come. في السنوات القادمة. In years to come. Reminisce means to indulge in enjoyable recollection of past events. يعني الانغماس في تذكر أو في تذكر ممتع لأحداث الماضي. عندما تتذكر أحداثا في الماضي أحداث ممتعة. Reminisce. Recruit. نجند. We recruit. يعني نستخدم هو المقصود. Similar parts. أجزاء مماثلة. أجزاء مشابهة. فامتلاك الذكريات هو الذي يسمح لنا بتصور المستقبل، وذلك بخلط الأحداث لمعاينة أحداث المستقبل، يعني خلط مشاهد في دماغنا لكي نستطيع تصور أحداث المستقبل في نافذة داخل عقلنا. Possession الامتلاك. Mind العقل. It is the possession of our memories that permits us to imagine a future, remixing scenes to preview future events in a window in the mind. It is the possession of our memories that permits us to imagine a future, remixing scenes to preview future, to preview معينة, future events in a window in the mind. فهذا يعني أن الشخص الذي ليست لديه أي ذكرى لن يستطيع تذكر المستقبل. إذا محينا دماغك لن تتذكر المستقبل، عفوا لن تتصور المستقبل. فهذه المهارة تسمح لنا بوضع الخطط وتجربة احتماليات وإمكانات افتراضية مختلفة قبل أن نقوم بالتنفيذ. نجرب أمور مختلفة احتمالات داخل دماغنا قبل أن ننفذها في الواقع. This skill allows us to make plans and to try out different hypothetical possibilities before we commit. This skill allows us to make plans, خطط, and to try out different hypothetical possibilities, hypothetical, افتراضي, before we commit. Commit, ينفذ, before we commit. وتعني كذلك يلتزم, commit. وcommitment, الالتزام. Hypothetical, افتراضي. Hypothesis,
hypothesis فرضية. هذه الأحاسيس الغريبة curious sensations تحدث occur كنتيجة للطريقة التي يتعامل بها دماغنا مع الزمن. فالطفل الذي ليست لديه ذاكرة سيرة ذاتية يعيش دائما في الحاضر constantly بشكل مستمر. والمقصود بذاكرة السيرة الذاتية autobiographical memory هي قدرتك على تذكر أحداث التي وقعت في حياتك، حياتك تذكرها. لأن هناك أنواع من الذاكرة، هناك ما يسمى بالذاكرة الإجرائية مثلا التي تسمح لك بركوب الدراجة، فأنت لا تستطيع تذكر بذهنك كيف تركب دراجة، لكن هي ذاكرة تعرف، يعني ذاكرة تجريها إجرائية تقوم بها، هي أفعال وحركات تقوم بها، تستطيع تذكرها عندما تقوم بالفعل مرة أخرى، كيف تقود السيارة مثلا، كيف تمشي، كيف تجري، كل هذه تسمى procedural memory وهي مختلفة عن autobiographical memory. These curious sensations occur as a result of the way our brains deal with time. A baby with little by way of autobiographical memory lives constantly in the present. Little by way means little, not much, just little. These curious sensations occur as a result of the way our brains deal with time. A baby with little by way of autobiographical memory lives constantly in the present. She's happy, she's crying, she's hungry, she's miserable. Miserable, تعيس. الطفل يختبر كل هذه الأمور happy, crying, hungry, miserable، لكنه لا يستطيع التفكير أو التذكر كيف كان الجو باردا في الأسبوع الماضي، ولا يستطيع أن أو لا ينزعج بخصوص ما إذا كانت درجة الحرارة ستنخفض مرة أخرى. That temperature might drop again. A baby experiences all this but doesn't think back to how cold it was last month or worry that temperature might drop again soon. A baby experiences all this but doesn't think back to how cold it was last month or worry that temperature might drop again soon. Toddler تعني طفل بدأ المشي. A young child who's just beginning to walk. طفل بالكاد بدأ يسير على قدميه. Toddler. عند ذلك يبدأ الطفل في تطوير شعور بالذات، ومع هذا التطور يأتي فهم للزمن بأن الماضي أو بأن الأمس يختلف عن الغد. يعني هذا الإحساس بالزمن يأتي بعد الشعور بالنفس أو عفوا الشعور بالذات sense of self. والمقصود هنا ب sense of self هو أن يدرك الإنسان ذاته. مثلا كانت هناك تجربة، وضعوا مرآة أمام أطفال صغار، وفي سن معين مثلا 6 أشهر 8 أشهر لا يستطيع الطفل أن يدرك بأن الشخص الذي يراه في انعكاس المرآة هو نفسه. كيف تأكدوا من ذلك؟ هو أنهم وضعوا صباغة على وجه الطفل، وعندما يرى الطفل تلك الصباغة على وجهه في انعكاس المرآة لا يحاول إزالتها أو مسحها بيده، في حين الأطفال الكبار يستطيعون أن يدركوا بأن الشخص الذي يرونه هو نفسهم، ويقومون بوضع يدهم على جباههم لإزالة ومحو الصباغة. فهذا هو ما يسمى بالsense of self. فعندما يطور toddler هذا الإحساس ينمي كذلك فهما للزمن understanding of time، والفرق بأن البارحة مختلف عن الغد، متميز عن الغد distinct، مختلف متميز yesterday as distinct from tomorrow. Though, رغم ذلك
على الرغم من ذلك. plausible معقول. معقول يعني شيء يمكن تصديقه، ليس شيئا خرافيا أو غير منطقي. plausible. remains يبقى. أوكي. حتى في ذلك العمر، رغم ذلك، فتصور الذات في المستقبل يبقى تحديا. عالمة النفس psychologist جيني باستي جرانت وجدت بأن عندما طرح السؤال على أطفال يبلغون 3 سنوات، ما الذي قد يفعلونه في اليوم التالي؟ فقط ثلث هؤلاء الأطفال استطاعوا الإجابة بجواب plausible، معقول. Even at that age، حتى في ذلك العمر. Even at that age though، imagining oneself in the future remains a challenge. The psychologist Jenny Busby Grand found that if you ask 3-year-olds what they might do in the following day, only a third can give an answer judged to be plausible. Even at that age though, imagining oneself in the future remains a challenge. The psychologist Janie Busby Grant found that if you ask 3-year-olds what they might do the following day, only a third can give an answer judged to be plausible. فقط ثلث يمكنهم إعطاء جواب يحكم عليه بأنه معقول. وهنا تجربة أخرى قامت بها عالمة نفس كريستينا أتانس، psychologist كريستينا أتانس، وأعطت لبعض الأطفال pretzels حلويات أو معجنات مملحة فيها ملح. لا أعلم شكلها أو كيف تصنع، يمكنكم أن تبحثوا عليها في جوجل. مهم هي فيها ملح، هذا هو الذي يهمنا هنا. وعندما أعطتهم هذه المملحات أعطتهم من بعد ذلك خيار، هل يريدون المزيد من بريتزلز أو الماء؟ معظم الأطفال اختاروا طبعا، أو كل الأطفال اختاروا الماء لأنهم عطشانين، thirsty عطشانين. لكن بعد أن شربوا الماء سألتهم ما الذي يريدونه، ما الذي سيختارونه غدا إذا رجعوا، بريتزلز أو الماء؟ فمعظمهم اختار بريتزلز، معظمهم اختار الماء. لماذا؟ لأنهم لم يكن لديهم تصور بأنه غدا سيشعرون بالجوع، لأن في تجربة مماثلة تم إجراؤها على الناس الكبار adults، فكلهم اختاروا pretzels، اختاروا المملحات، لأنهم يعرفون بأنه غدا سيشعرون مرة أخرى بالجوع، لذلك اختاروا pretzels، في حين الأطفال ليست لديهم هذه القدرة على تصور المستقبل. When the psychologist Christina Attance gave small children some pretzels to eat, followed by the option of more pretzels or some water, it won't surprise you to learn that thirsty after eating the salt, most chose water. But when she asked them what they would like to have when they came back the next day, most still opted for water. Adults chose pretzels, knowing that by tomorrow they'll feel hungry again. سأعيد القراءة in a quicker pace. When the psychologist Christina Arantz gave small children some pretzels to eat, followed by the option of more pretzels or some water, it won't surprise you to learn that thirsty after eating the salt, most chose water. But when she asked them what they would like to have when they came back the next day, most still opted for water. opted for يعني اختاروا opted، ومنها جاءت option الخيار. Adults chose pretzels knowing that by tomorrow they'll feel hungry again. hungry جائع. Very small children are unable to imagine themselves in a future where they might feel differently than they do in this moment.
الأطفال الصغار جدا هم غير قادرين unable على تصور أنفسهم في مستقبل حيث يمكن أن يشعروا بطريقة مختلفة to feel differently عما يشعرون عليه في هذه اللحظة than they do in this moment. بعض الكلمات التي ذكرت في الفقرة minds العقول crucial مهم جوهري أساسي crucial emotion العاطفة emotion mental reality الواقع العقلي أو الذهني. تجربة الوقت أو تجربتنا للوقت تنشأ من طرف أو من قبل عقولنا بشكل نشط، وهناك عوامل متعددة متنوعة في بناء إدراكنا للزمن، منها الذاكرة memory، التركيز concentration، العاطفة emotion، الإحساس بأن الزمن موجود بشكل ما في الفضاء أو المكان. Time is somehow located in space. Located يعني متموقع موجود. إدراكنا للزمن يرسخنا في واقعنا الذهني. Our time perception roots us in our mental reality. فالزمن ليس فقط في صميم الطريقة التي نرتب بها حياتنا، ليس فقط مهما للطريقة التي نرتب بها حياتنا، بل كذلك للطريقة التي نختبر بها الحياة. Time is not only at the heart في مركز يعني جوهري of the way we organize life, but the way we experience it. The experience of time is actively created by our minds. Various factors are crucial for this construction of the perception of time: memory, concentration, emotion, and the sense we have that time is somehow located in space. Our time perception roots us in our mental reality. Time is not only at the heart of the way we organize life, but the way we experience it. هذه الكلمة roots هنا استخدمت كفعل، لكنها تعني الجذر. roots الجذور. root جذر واحد. roots جذور. وتعني كذلك عندما تنمو الجذور للنبتة of a plant or cutting establish roots. Large trees had rooted in the canal bank. أو تعني كذلك يترسخ. Vegetarianism is rooted in Indian culture. النباتية هي مترسخة rooted in Indian culture. وتعني كذلك يسبب أو يجعل شخصا ثابتا في مكانه بسبب الخوف أو الاندهاش. She found herself rooted to the spot in disbelief. يعني وجدت نفسها ثابتة في مكانها لا تستطيع التحرك متجمدة لأنها لم تكن مصدقة للوضع الذي هي فيه، يعني كنت مندهشة in disbelief. لكن الشيء الغريب في هذه الكلمة فكما رأينا تعني يترسخ يرسخ يسبب الجذور لكي تنمو، فهي تعني كذلك العكس عندما تجثث الجذور تقتلع. مثلا نقول we should root out evil، يجب أن نجتث الشر. we should root out evil. بالطبع يمكنك أن تجادل بأنه إدراكنا للزمن لا يهم إن كان يتماشى مع قوانين الفيزياء laws of physics. ففي حياتنا اليومية on a daily basis يمكننا الاستمرار في المشي carry on walking دون الحاجة للتذكر بأن الأرض التي تبدو منبسطة مسطحة تحت أقدامنا بأنها كروية لان spherical كروية، رغم أنها تبدو
flat, 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 مسطحة. Ground, الأرض. رغم أن ground تبدو flat, مسطحة, فإنها في الحقيقة كروية, spherical. لكن هذا لا يهم, فنحن نستطيع أن نمشي, أن نتمشى على الأرض مهما كان انطباعنا عنها. هذا هو المقصود. فنحن ما زلنا نتحدث عن الشمس على أنها تشرق, rising, في الصباح, وتغرب في المساء, setting in the evening. رغم أننا نعلم بأن الأرض, earth, وليس الشمس, هي التي تتحرك. إدراكاتنا لا تتماشى مع العلم, don't keep up with the science. لكن يمكننا خلق تجربتنا اليومية عن العالم باستخدام الأحاسيس التي نمتلكها, using the senses we possess. Possess, we possess, نمتلك. سأقرأ الفقرة بشكل كامل. Of course, you could argue that it doesn't really matter whether we perceive time accurately according to the laws of physics. On a daily basis, we can carry on walking without needing to remember, that. However flat the world feels while you're on the ground, it's spherical. We still talk of the sun rising in the morning and sitting in the evening, even though we know that it's the earth and not that the sun that's moving. Our perceptions don't keep up with the science, and we can only create our everyday experience of the world using the senses we possess. سأقرأها مرة أخرى. Of course, بالطبع, you could argue, يمكنك أن تجادل, you could argue that it doesn't really matter whether we perceive time accurately according to the laws of physics. فيما إذا كنا ندرك, we perceive time accurately, بشكل دقيق, صحيح, accurately, طبقا لقوانين الفيزياء, according to the laws of physics, according to the laws of physics. في حياتنا اليومية, on a daily basis, we can carry on walking, يمكنك الاستمرار في المشي, we can carry on walking, دون الحاجة لتذكر ذلك, دون الحاجة لتذكر أن الأرض كروية, without needing to remember that the ground is spherical. We still talk of the sun rising in the morning. ما زلنا نتحدث عن الشمس على أنها تشرق في الصباح, rising in the morning and setting in the evening, وتغرب في المساء, even though we know that it's the earth and not the sun that's moving. على الرغم من أننا نعرف بأن الأرض هي التي, وليس الشمس هي التي تتحرك. Even though we know that it's the earth and not that the sun that's moving, our perceptions don't keep up with science. إدراكاتنا لا تتماشى مع العلم. Our perceptions don't keep up with the science, and we can only create our everyday experience of the world using the senses we possess. ويمكننا, لا يمكننا, يمكننا فقط أن نكون أو ننشئ إدراكنا للحياة اليومية للعالم باستخدام الحواس التي نمتلكها. The senses we possess. But even if we can't change our perceptions of time, we can change the way we think about it and perhaps feel better about its passing and ourselves as a result. Thank you for watching. شكرا على المتابعة, وإلى اللقاء في درس لاحق.